إلى حبة القمح. بهدف تقديمه أفضل الخدمات على صعيد الشبكة العنكبوتية في فلسطين، وفي إطار مواكبة التطور الحاصل على هذا الصعيد، وقعت مجموعة الاتصالات الفلسطينية ونقابة المهندسين مذكرة تفاهم برام الله لاعتماد مواصفات محددة للتمديدات الداخلية في المخططات الهندسية. احنا في جهودنا لبناء بنية تحتية قوية للاتصالات في فلسطين، وقضية أساسية هي تحضير البنية التحتية للبيوت والشقق من أجل أن تتقبل خدمات متطورة للاتصالات، منها البيوت الذكية، منها سرعات الإنترنت العالية التي من خلالها يستطيع المشترك استخدام التطبيقات التي تحتاج سرعات نت عالية. احنا من خلال تجربتنا العملية في إطلاق سرعات عالية للإنترنت تبين أن الكثير من البيوت ما عندها جاهزية في البنية التحتية. إحنا من خلال هاي ورشة العمل التي نعقدها بالتعاون مع الإخوان في نقابة المهندسين بنحاول أن نوعي المهندسين الذين يقومون بعمل مخططات للبيوت والشقق المختلفة في مراعاة البنية التحتية للاتصالات والإنترنت عند تصميم البيوت. هذه فعالية ممتازة جدا، سلط النقاط على الحروف فيما يتعلق بالأنظمة والتشريعات اللازمة المخططات والملاحظات اللازم وضعها على المخططات الهندسية بحيث يتم تنفيذها، وكذلك الإشراف على تنفيذها، وهذا عمل هندسي بحت. وعقب توقيع المذكرة نظمت مجموعة من ورش العمل لما لها من أهمية في التوعية إزاء توفير البنية التحتية للإنترنت في فلسطين، حيث تم استعراض أهم التحديات التي تواجه خدمات الإنترنت وكيفية مواجهة ذلك. ورشات العمل هاي راح تكون عبارة عن حلقة نقاش مفتوح بين مهندسي شركة الاتصالات الفلسطينية ومهندسين من كافة التخصصات اللي لها علاقة في البناء وبناء شبكات الكهرباء والاتصالات. راح تخرج هذه الورشات بتوصيات، هاي التوصيات راح تكون على شكل سياسات ومتطلبات للبناء في فلسطين. اللي احنا بنعمله اليوم هو تأسيس للمستقبل، يمكن نتائجه مش راح تظهر بشكل مباشر، بس بعد 10 او 15 سنة و 20 سنة بس تنبني البنايات الجديدة في 2017 و2020 راح يكون في عنا كتيب تعليمات واضح لمتطلبات التكنولوجيا للمستقبل. الطموحات عالية جدا في باب السرعة، طبعا هناك فرق شاسع ما بين الدول المتقدمة، ولكن إذا نظرنا إلى بلاد الحوض المجاورة نرى أن هناك الرضا من ناحية جودة الخدمة ومن ناحية السرعة والأسعار نوعا ما، ولكن الوزارة دائما هي تعي وتعرف ما هو الواقع، ونحن نسعى مع شركائنا في القطاع الخاص لتوفير أفضل الخدمات بالجودة العالية وبالأسعار التي تلائم الجميع. ووفقا لأرقام الاتصالات الفلسطينية فإنه يوجد ما يقارب 260 ألف مشترك فلسطيني على نظام ADSL، في وقت لا تزال الكثير من المنازل والشقق السكنية بحاجة لتطوير بنيتها التحتية لاستيعاب سرعات النت المرتفعة. بناء بنية تحتية قوية للاتصالات. لتلفزيون وطن، فارس المالكي.